السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتم؟ مزيان؟ صحتكم لاباس؟ أحوالكم مزيان؟ نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. إذا اليوم مشيت للمرجان، أول حاجة نخبركم أنه الدخول راه بالباس فاكسينال، يعني اللي ما عندوش جواز تلقيح ما يدخلش، أبار الناس اللي النساء الحاملات هما اللي تسمح لهم بالدخول واخا ما عندهمش الباس. مرجان راه داير مجموعة من العروض والتخفيضات الجد جد مهمة، يعني مغرية جدا. إلا كنتي غادي تشري غير بياسة راه غادي تخرج بعشرة البياسات هذه أكيد، لأن عروض جد مغرية. داكشي غزال. مبين، بغيت نتقاسم معكم أهم المشتريات اللي شريت، الاشياء اللي عجبوني، يعني ما شريتش بزاف، ولكن ابار داكشي ديال الماكله اللي شريت راني يعني خبعته، كل حاجه درتها بلاصتها. كي بغيت نقاسم معكم هذا الشيء. كاين هذا تنعطيهم واحد الكود كارخ، لان عجبوني بزاف هاد القريعات، تخي شيك زوينين في المنظر ديالهم. هادو دايرين لهم بروموسيون، ثلاثه ديال القريعات ب 15 درهم. انا شريت منهم 6، يعني كل واحد يمكن يخزن فيهم الاشياء اللي بغى. لاحظوا طريقه الغلق ديالها، زويونه زويونه، تخي شيك تخي شيك، انا عجبتني بزاف. دار لاحظوا دان يمكن لكم ديروا فيها بحال دابا. انا ما درتش فيها العطريه، ولكن درت فيها داك مثلا ورق سيدنا موسى، درت عندي ديال العطريه بوحدهم، وهادو درت فيهم مثلا قلت لكم وراق سيدنا موسى، درت فيهم مثلا الحمص ديال دقيق ديال الحمص، يعني شي اشياء بحال هكا. مثلا ديك سميتو شنو اخر اشياء من غير العطريه، فليو مثلا بحال هكا هادو. ولكن عرفتي مشيت رجعت البارح، رجعت للمرجان ديال فاس، هادو شريتهم من مرجان ديال مكناس، ومشيت للمرجان ديال فاس باش نعاود نزيد منهم، لان عجبوني بزاف ساعه مع كامل الاسف ما لقيتهمش. اذا كاينين في مرجان ديال مكناس. كذلك من مرجان ديال مكناس شريت هاد القريعات، هاد القريعه الغزاله الكوكو، قريعه ديال الماء دنهانتوما، غير هي ديال الزاج، يعني الا كانوا الوليدات يحافظوا واخا عطيتيها لهم، بحال انا كنزه ما غنعطيها لهاش ديال المدرسه، يعني غنبقى نخرجها معايا ملي نكون انا معاها. ود المدرسه راه عندها القريعه ديالها خاصه بها ديال البلاستيك، انا نوريها لكم. هي عندي قريبه عندها هاد القريعه هادي، حتى هي زوينه وديال البلاستيك، يعني هادي راه واخا طيح لها يعني ما كاينش المشكل. شريت ايضا حتى هاد المقيله، هاد المقيله شوفوا واش دايرين فيها، 18 سنتيمتر. هاد المقيله دايره 35 درهم، 35 درهم. وشريت ايضا هاد بيغيكس، هاد لي بلا ديال بيغيكس زوينين، ديال الفران، ديال الكغاتان، ولا اللي بغيتو، دان متعددي الاستعمالات. اذا هاد القرعه ما عرفتش واش قلت لكم الثمن ولا لا، قرعه ديالها 15 درهم، ثمن زوين، ثمن يعني البروموسيون 15 درهم. هاد لي بلا ديال الفران الثمن ديالهم بروموسيون حتى هو 76 درهم، داير 76 درهم، فيه جوج. ها البلا الاول، ها لي ديمونسيون ديالو، وها البلا الثاني، ها لي ديمونسيون ديالو. اذا زوينين هادو، تيدخلوا الفران، تري براتيك، يمكن لك ديري فيهم مثلا لي طارت، يعني لي كغاتا، اي حاجه بغيتيها تطيبي فيها الدجاج، ها هما دايرين هنا الدجاج، اي حاجه تدخل الفران يمكن لك ديريها فيهم. كانت شوتي فيهم شحال هادي، عندي هادوك المدورين ديال لي طارت، وزدت هادو عاوتاني، زوينين. الثمن هادو الثمن الاصلي ديالهم راه شي 100 واش 9 و19 بحال هكا، دابا خديتهم ب 76 درهم. اذا هنا وريتكم يعني غير المشتريات ديالي، وغادي نخليكم مع الجوله اللي درتها يعني في مرجان، واهم العروض والتخفيضات. ما صورتش كل شيء، حاولت نصور اهم العروض والتخفيضات اللي كاينه يعني حاليا في مرجان. يلا خليتكم على خير.
إذن أول حاجة لفتات انتباه ديالي فاش دخلت المرجان هو هاد البريقات الغزالين تخاشيك زويونين، حتى أنا باغا نشريهم. دير شنو نجي نشريهم إن شاء الله يا ربي. تيديرو كل واحد مثلا الأبيض تيدير 49 90، يعني 50 درهم. هادو اللي شريت كما قلت لكم كان عاجبيني مش حال هادي. شوفوا الثمن الأصلي ديالهم 85، أنا شريته ب 75 درهم، حسبوا لي 75 درهم. هما تا هاد الشكل تا هو شتي 115 درهم، و تتزاد 29 درهم في لاكارت. مزيانة. دان هادو تا هادو عجبوني في الصراحة. خمسة بشحال 259 صراحة، تمن زوين. خمسة هادو ناقصين في الكاليتي ماشي بحال هادوك، تتمن ديالهم راه ناقص نقول 199 درهم. هاد المقيلات تا هما زوينين. هنشوف الديامتر ديالهم شحال، ما باليش، المهم راه كبيرين. هاد الديامتر 28، الثمن ديالهم 90 درهم. وهادو الوليدات الصراحة راه ثمن زوين، أنا شريتهم شي 50 درهم، هنا تقريبا 40 درهم. زوينين، اللي ما عندوش يمشي يشريهم بالي قبل ما يسالي، لأن أيوة ما تلقاهمش بهاد الثمن. هادو كذلك للزبدة أو للي بغيتو 56 درهم. كاينين تخفيضات حتى في لي فاليز لمحبي السفر لعشاق السفر. شوفوا كانت دير شي 419 درهم، هادي عاوتاني 459، يعني راه كانت تخفيضات بالي قبل ما يسالي. هانا علمتكم يعني تخفيضات جد مهمة في مرجان، غي هما تيجيبوها حتى لخر الشهر حتى تتبدا الميزانية تدعدع، عاد تيجيبو لك هاد لي بروموسيون تيزيدو يألموك. اي والله كافيها صح. دائما الرواق ديال اولا يعني الكوطة ديال لي فاليز هادي تا هي زوينين. الوليدات 300 درهم، زريبيات اللي ديرهم في لي شومبغ ديال الوليدات او هادي دام البنيتات. هادي كاين حتى في الاروقة الريدويات، هانتوما راه كاين فيهم الاشكال والالوان، غير بياسه وحده، يعني تخفيضات جد مهمه. هادو ب 100 درهم على حساب التيسو ديالهم، اثمنه على حساب لي تيسو وعلى حساب الالوان. 90 درهم. هادو تيبينو شي شويه ترونسبارون. كاينين في هاد الغطيوات الصغيورين رطيطبين اللي بغا الحنان. هاد موديل لهم بروموسيون 55 درهم، يعني اللي تيكون قاس يتفرج يديرهم عليهم. هادو لي كوفغولي زوينين، هاد لي موتيف غزالين 300 درهم، صراحة زوين تمن على بوغتي، صراحة زوينين. هانتوما اشكال والالوان مختلفه، عزل وتخير كما بغيتي. كاينين هادو حتى هما ديال لي غامكان بلافور ديال الكغاتان اولا لي لازاني. كان هادو المدورين اللي قلت لكم انا حتى انا كنت شاريهم شحال هادي بروموسيون، هما دابا غير ب 89 90، ثمن زوين الصراحه. هادو زوينين. دن انا خديت من هادو 75 75، زوينين. مع شنو الفرق لهيه دايرين شي 89 وهادو 75، مع شنو الفرق بيناتهم؟ واش هادو صغار على هادو كل ما نعرف. هانتوما لي مول ديال الحلويات حتى هما فيهم تخفيضات، يعني هادو في الصراحة انا شريتهم ثمن اقل، ولكن يقدر يكون يعني الفرق في لاكاليتي. ك
كاليتي تقدر تكون تختلف. انا شريت شي خمسه بشي 35 درهم عند واحد مول المعان، ولكن وحده دغيا تقطعات لي، يعني تقدر يكون هادو كاليتي احسن. هادو الشبيكات المعان زوينين، حتى هما الثمن ديالهم زوين. هادو لي بواط الماكله الوليدات 60 درهم، لي كافيتيير لعشاق القهوة تاهما 60 درهم، هادي رخيصة شوية 35 درهم. وهاد هاد الكتيكيتا هاد الفنيونة هاد العيبة عجبتني، مثلا ديري بيها مسكوتة صغيرة، هذا ماشي الثمن ديالها 39 درهم. حمقاتني هاد العيبة مثلا لي جا من الحاج أولا، الثمن الحقيقي ديالها هو هذا، عاد غادي هاو 155 ماشي 39، ولكن راه زوينه. هذه 70 درهم، حتى هي زوينه الصراحه. كيسان ديال اتاي خير شيك، هما 40 درهم. لو تيم هالوين هما دايرين، جابوا لا فان دو موا ان شاء الله يا ربي. تن هناك عروض كذلك على الملابس، سواء كانت ملابس نسائية أو ملابس للرجال. هنايا كيتمات، سراول الكيتمات 65 درهم، فوقاني ديالهم 55 درهم. هادو نعتبرهم هنا ملابس للدار، ألبسة في المنزل. هذا كبير تريكو دو بو 39 درهم، زويون كاليتي ديالو، زويون للنساء. هذا الكاب كذلك رائع، متواجد في الوان مختلفه، غزال عجبني بزاف، 169 درهم، تري شيك. كاين كيدمات كذلك لي يعني بنيتات رجال لجميع الاعمار، كلشي يلقى علاش يقلب. هذه كيت ما سيرفيت بالسروال ديالها، يعني ثمن مناسب. هادو بيجامات دو بون كاليتي، كانوا 239 دابا 199. هادي ليكيت، ما عرفتش هادي واش شوميز طويله ولا تتلبس في الدار، ما عرفتش. عرفتي شي حاجه قولوها لي. لي بانطوفل اوسي تا هما فيهم تخفيضات، 69 درهم، يعني كاين اشكال والوان مختلفة. هادو كذلك، هادي زويونة ديال الجين رياضية سبور الوليدات صغار، بانطوفل فنين غزالين. هذا زويونين تعجبوني البنيتات، كانوا تيديرو شي 90 درهم، تا هادو رائعين غزالين، كاينين مقاسات مختلفة غير 30 درهم، راه كانوا تيديرو شي 90 درهم. الوليدات صغار البحر لابيسين 109 درهم، دابا غير 30 درهم. زويونين هادو، اللي عارف يشريهم دابا العام الجاي لحينا الله. حتى هذا عجبني، هذا لوغو، هذا القبيه كما تقولوا لها. اذا نمشيو لي برودوي، دابا نمشينا لي برودوي. حتى هادو فيهم تخفيضات، يعني كما شفتوا تخفيضات منتوجات. هذا بالنسبه لهذا ديال الشعر ما تنصحكمش تاخذوه، لان فايتا واخده ما استقليش زوين، ما عرفتي ما تبغيش كاع يتحيد من الشعر، تبقى ملبد تتحصلوا فيه. لا درتو شعر وليداتكم راه تتحصلوا فيه. كاين هاد المنتوجات هما دايرين لهم تخفيضات مهمه جدا. نتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، نتمنىكم انكم تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعرفوا على العروض والتخفيضات اللي كاينين في مرجان. والى فيديو قادم ان شاء الله. يلا خليتكم على خير، تشوفوا اخر المنتوجات اللي فيها العروض.
هذا بالنسبة لهاد المنتوجات، ما عرفش الثمن ديالهم، ما كاتبينش، عجبوني ولكن ما عرفش الثمن ديالهم. هادو جاي وقت المدرسة، متى نقول المدرسة يعني القمل، إذن هما منتوجات داري لهم تخفيضات. إذن حتى لي شامبوان كاين فيهم تخفيضات والعروض. هاد البنات رائع رائع جدا، غزال، راه دايرين فيه حتى هو تخفيض غير 30 درهم. هادو لي كريم دو جور كريم دو نوي، تا هما 150 درهم. تا هادا زويون، كان تخفيضات مهمة، لي مازال ما مشاش يمشي قبل ما يسالي وقت العرض. يلا خليتكم على خير.